كوبي كذا كذا. احيانا انطرد عشان الكوب واروح اجيب تعهد عادي، بس الموقف اللي بقوله المغامره بالثانويه انا دائما متعود اتاخر، بس هالمره ما اخذت حساب النومه بالثانوي. ثالث ثانوي اتوقع كان عندنا اختبار اتوقع وطنيه وجغرافيا زي كذا، اختبار سهل. وش اعطيته؟ نومه. سهرت مع عيال صلاه الفجر، قلت باخذ غفوه ساعه، اختبار سهل. ايوه شفت الغفوه ذي؟ ايوه. متى قمت؟ اختبار الساعه 8، قمت 8:40. وليتني قمت من انا، لا اتصالات ومكالمات شباب. مين يدق علي؟ تخيل وكيل المدرسه. ولا ابو وجهه يدق، وينك انت؟ انا قمت منفجر. بيتنا بعيد شوي. ايوه الان احنا دائما اخذ لسه تلبس والله. ايه تعرفون قبل تقريبا 6 سنوات، والله خطير ماشي شايب شو 10 سنوات، احنا نظام شله الحاره يروحون بسياره واحده، يمرنا واحد ونروح نظام الطيبين، ممكن واحد عنده سياره. اخويا كلهم يختبرون الا انا. دقايق قال الحين انا جايك، البس واطلع الشارع، الشارع العام اللي قريب من بيتكم. تدري ايش مسويين؟ الوكيل يمرك بسياره. لا جزاه الله خير. ورا ما جبنا ورقة الاختبار له. اهون يا ناس اهون، الاختبار بعدين 8 وانت 48 يعني 45 ايش؟ اول واحد اذا سلم واحد ورقة النظام بعد كذا انت ما تختبر، تعيده اختبار انت. اذا اول واحد من المختبرين سلم وطلع النظام هذا مو عندنا الحمد لله جد سهالات. اي نظام قبل لا لازم يطلع واحد خلاص خلاص قفل صحيح؟ الوكاد نص الوقت الوكاد. طيب الوكاد انه قالوا يطلع اقرب شارع وانا نسيت اختبار، بس اهم شيء بيحصل كان اكبر شيء شايل هم انه شلون اختبر. بوبوب اطلع الشارع العام، اذكر جيت بدون شماغ بدون شيء، نظام شماغ مره. المشكله هذا كله موقف الحين عادي، توقعت اروح وين اختبر؟ بغرفه المدير، بغرفه حلو ما انت داخل يوم جيت. اي يوم جيت 9:10 و9 وربع تقريبا، متاخر مره نص ساعه على اول واحد يطلع. يعني اول ما دخلت تعرفون قبل اختبارات في البهو في الصاله اللي حق التمارين الرياضيه بالساحه، يوم دخلت المدرسه كل اللي في الساحه ملتفتين علي. ولا يا مدير يعني وش يقولون؟ برا الوعد برا. ليش؟ مأخرهم كلهم، الوكيل قال ما يطلع ولا واحد لين اجي انا استلم ورقه. يا ويلي كلهم تخيلت. الله يقعد وعدك اخويا، واللي جنبي واحد امر من واحد يقول انا اصبر اطلع بس انا ما ادري اصبر عادي. جيت جلست جابوا لي ورقه قال اصبر 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 اصبر، جابوا لي شاهي عشان اروق لاني متوتر انا. قالوا جيب شاهي وروق. وش الدلع ذا؟ والله احنا ما عندنا الدلع ذا اقسم بالله. لا شوي حلاب ترى شوي يعني. والله عندنا كان استاذ حسن هوساوي تتاخر من عند الباب يقول لك روح روح روح. سري سري والله جابوا لي حليب، المشكله جابوا لي حليب. قالوا وش قالوا لهم؟ قالوا لهم اصبروا انا اشرب حليب، بس قالوا اصبر لين يخلص بشاره بعدين نطلع كلكم. قلت انا بعدين والله انا اقول له مشهم بس انا امشي. والله انا عيال شربت الشاي حليب. الغريب اني كنت ما ادري روقان، شفت شربت خوف مو بشربت اني ابي اروق. شربت بسرعه كذا بديت اختبر، اول ما بديت اختبر بده يطلعون. والله كل من يمر يقول لي حسبنا الله الوعد برا. الوعد برا الوعد برا. عطني اجابه بدل الوعد برا. عطني انا قدامي اختبار، انا قدامي اختبار احل الاختبار. وتروك زياده متوتر قبل وانتظر برا انجلد بعد. اي والله ان هذا الاختبار ما نسيته في حياتي. انجلدت اختبرت خلصت طلعت كل المدرسه. تدري جيت من مين؟ جيت من الناس اللي غريبين. اخويا اول ناس والله جلدون 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 صدق ترى كفوف. وتعرف نظام الشماغ اللي طاح طاح والله استقبلوا الاستقبال. بس انا استاهل. وفوقها اني قلت اهم شيء اني اختبرت ونجحت. تخيل وطنيه عشان تعيد سنه ما ادري. فكان موقف مغامره. احنا لا في جده، وانا درست اخر سنه في جده مدرسه الصديق ثانويه 1500 طالب. ما شاء الله تبارك الله. طبعا انت لما تتكلم عن مدرسه 1500 طالب ما راح تعين لها اي مدير. المدير اذا قال كلمه